لا إله إلا الله طبعاً هنا يكون بالتالت اللي غموها طبعاً تحفزها. يكون بالهاي الشغل. هو أنا بحكي له. يكون بالتالت. Thank you.
لا لا ضل صامد. بالك هتستنى راح اجيب الستنى صوت القنبلة تحت الجدار طبعاً هذا ما مخدينه ما خلوهوش وانا عدمو جوه بس لما كان يحكوا معه حكي جوه فلوتو عدمو جوه عدمو هون كان يحكوا معه حكي جوه أخذوه عدمو جوه ما هو ما بيحكوا الجيران انه هو بيحكي معه شاكي نزل بالك على الوحدة بلشوا أول شنطة على الوحدة فقعوه إذا ما فيش على الوحدة هو كنت مروح أنا وبنتي من العمل إيش حرام حكيت أبغى نخش صفات سيارة هنا وهذا أفضل والله كان زين ساكن خشبة Thank you.
دم تصفي. هاتوا الصحافة هون يا شباب. شوي شوي. تعال فوز فوز يحكوا معي المقابلة. تفضل حمودي. بدك تطلع مباشر؟ يلا ثواني. لا مش رح اطلعها بعد مش هات اعتذر اذا حدا زقدش ماشي بس تحرك لو سمحت خليك مكانك طلع علي سيبك من المايك انا بحمل لك الميكروفون بس اسمك الكريم احمد حسان ايوب درويش بزير انت واحد من سكان العماره هاي شو اللي صار خيان شو اللي صار انا صحيت الساعه تقريبا الساعه 1 بالليل دبك وصوت اول شيء انفجار قوي قوي جدا جدا فشي هو ما عرفتش فكرت اشي فقع يعني في الدار عندي صحيت في الليل بطلع اللي هو صوت جيش صوته يعني ولخ دبك يعني لا توصف يعني شو اللي صار في قلب الدار والله ما واحد عرف فينا يعني بعرفش شو اللي صار حجزوكم اعتقلوكم شروكم لا ما اجي على الدور عنا يعني انا ساكن تحت في الطابق التحتاني فشو اللي صار محتمل انضرب طيب جيراننا اللي خشوا عليهم اكثر اشي بيعرف يعني. في ناس بيقولوا شافوهم ومحاملين حمالي عليها حدا ما بعرفش انا لان انا بالاتجاه هذاك ساكن مش بالاتجاه هون يعني اللي اكثر شيء اللي بيشوفوهم اللي هم اللي الشارع هذا اللي موجود فيه ما انتبهتش انه كان معهم حدا يعني انا تفاجأت لما طلعت على الدار هون وشفت الشوفه هي يعني شفت الدم ما هي الشغله ما بعرف عاملين شيء شغلات شيء شكرا حبيبي خليك انت ايوه مين الجيران اللي بتقول ايوه اغلبك والله حدا من الجيران عشان هذا بسبب طيب ماشي حدا بس من الجيران اللي شافهم حاملين حمالي حاملين حامل حمالي ايش شوف القوة الثانية اللي أخذت الجثة مين شاف بس مين شاف؟ احنا شفنا هي جار هي تحت الدار حملوها اجوا جبات سود اربع جبات اثنين سود من بينهم ومن جبات السود حملوهن معهم اعتقلوا اثنين شفناهم على باب الدار وجابوا زلمة كبير حامل ظرفين وحملوه برضه بالجثة جثة واحد اللي حاملينها واحدة مين غيرهم هون ممكن نحكي معه؟ شاهد عيان طيب ضرب جاسر الشابك لانه صاحب الدار هم وكانوا عنده ضربوا امه وين هو؟ هاي مع الشارع ما فيه جاسر الشابك نزلتش هلا هي جايبه معي معها حتى شو عم تعمل لما Thank you.
الانتباه كل الاشتباك اللي صار هذا كله كاتم صوت ولا إشي بس التفجير كل ليلته كاتم صوت لما طلعوا على الشارع طخوا رصاص هاي هذا الأولاد الناس ليش بحكيش بتصل فيه لا 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 Я не могу.